موجز أخبار الساعة يأتيكم من قناة صلاح الدين الفضائية، أهلا بكم. أكدت كتلة الجبهة التركمانية النيابية أن الأيام المقبلة قد تشهد الاتفاق بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المحلية في محافظة كركوك، فيما حذرت من الدخول بنفق ضيق حال عدم التوصل إلى الاتفاق الذي يراعي خصوصية كركوك على المستويات الأمنية والمجتمعية والاقتصادية. كشفت لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية عن تنسيق مع الحكومات المحلية في عموم المحافظات بهدف الارتقاء بواقع الخدمات، موضحة أن كل عضو في اللجنة هو ممثلا عن محافظة معينة، وبتنسيق مستمر بين النواب وأعضاء مجالس المحافظات والمحافظين بهدف تقديم أفضل الخدمات ومحاولة تذليل العقبات أمام أي جهد حكومي. كشفت شبكة MSN الأمريكية عن إمكانية تحويل العراق إلى خط متقدم بالرد الإيراني على إسرائيل بعد استهداف قاعدة عين الأسد وإصابة 5 جنود أمريكيين، فيما لا يجد محللون بعلم الجيوبوليتيك سببا لإقحام العراق في معركة لم يكن طرفا فيها، في إشارة إلى اغتيال هنية في طهران وليس في بغداد. أعلنت وزارة الداخلية القبض على متهم حاول إدخال 10 ملايين دينار مزورة من فئتين 50 و25 ألف دينار إلى البلاد عبر منفذ الشلامشة ضمن حدود محافظة البصرة. رأى الأمين العام لهيئة الرأي العربية في محافظة كركوك ناظم الشمري أنه من الأفضل تولي رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني إدارة المحافظة في ظل استمرار فشل الأطراف السياسية المتمثلة لمكونات كركوك في التوصل لاتفاق حول إدارة المحافظة لما بعد انتخابات برلمان كردستان. كشفت اللجنة الاقتصادية النيابية عن المباشرة بجمع تواقيع من النواب لسحب يد مدير الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي بسبب ملفات فساد مالي تقدر بمليارات الدنانير، آخرها ما ظهر عبر وسائل الإعلام من شراء الشركة راية حسينية بأكثر من 90 مليون دينار، وهو ما نفته الشركة. تحدث عضو الجبهة التركمانية تركيش عز الدين بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني والجبهة التركمانية لم يتشبثا بمنصب محافظ كركوك، بل يرغبان بتشكيل إدارة جديدة تبرهن أن محافظة كركوك هي باقة الوردة التي نتحدث عنها دائما وليس أساس المشاكل بين المحافظات أو بين أربيل وبغداد. أخيراً، تشهد التوقعات الجوية إلى أن العشرة الأولى من شهر آب لن تشهد ارتفاعاً بدرجات الحرارة التي ستبقى دون 50، ما سيجعل من الشهر الأقل سخونة منذ 10 أعوام، ما ينفي معه التقليد العراقي القائل إن آب يطرق المسمار في الباب، بل يفتح مبكراً باباً للشتاء، والنفوس إذا طابت غنت كما يقول العراقيون. وهذه بشارة خير، إذن في أمان الله.